حصلنا فقرة بريد المشاهدين، جات لي رسالة من سكان منطقة خاتم المرسلين بالهرم متضررين من مصنع شركة الدخان، مصنع طلبية الذي تقرر نقله إلى مدينة 6 أكتوبر وتوقف مدة بسيطة عن العمل ثم عاود التشغيل مرة تانية، مما تسبب للأهالي المنطقة في تلوث تام في الهواء وتلوث سمعي خطير من ضوضاء الآلات الصناعية. الأهالي عايزين حد ينقذهم، وأنا بقول مطلوب من المحافظة والأمن الصناعي حماية الناس من التلوث بإلزام المصانع بتركيب فلاتر ومنع الضوضاء، خصوصا إنها منطقة سكنية. رسالة تانية جات لي من رضا عبده من سكان المنيب بالجيزة في شارع الحاج أحمد عبد المنعم جسر الكنيسة سابقا، بالتحديد قريب جدا من مسجد السلام. بيقول إن من سنة 2009 توجد مسافة 300 متر تقريبا من مسجد السلام لغاية الكنيسة، كل يوم بتنفجر بلاعة صرف وبتعمل بركة من المياه، ورغم وجود محطة رفع قريبة لكن بيتم تعطيلها، وده بيخلي الحكاية تتكرر كل فترة، والأهالي مفيش قدامهم حل غير ان هم يجمعوا فلوس من بعضهم عشان يحلوا المشكلة، وبيسأل لغاية امتى هنعيش في هذه المأساة. السكان بيقولوا انقذونا من الفساد، وانا اطالب السيد رئيس الحي والمحترم محافظ الجيزة انه يحل اهالي حي المنيب. واخيرا تضاعف اعداد المرشحين للرئاسة، والناس بتقول ليه العدد ده كله. عموما الرئاسة للرئيس والجري للمتعيس. تصبح على خير.